رحبني الأخوين رحباني. الكلمات الأصلية لسعيد عقل غنتها الكنيسة واستعملتها كترتيبة. هذا اللي عم نحاول نضوي عليه، انتقال الموسيقى الشعبية أو الموسيقى الشرقية لتستعمل ضمن الطقوس والتراتيب والإنشاد لاحقا، والأشياء الثانية تستعمل بالطقوس الصوفية. الموسيقى العربية تفتقر إلى الموسيقى الدينية. الموسيقى الدينية هي مش أسماء الأنبياء والأولياء و يعني الآيات، إن كانت من الإنجيل أو القرآن أو من التوراة. الموسيقى الدينية هي عبارة عن شاعر يكتب، ما بعرف إذا صوتي واضح أنا، إذا صوتي واضح. أوكي. شاعر يكتب عن إيمان. هذا الإيمان يعني ممكن يكون شاعر مسيحي مثل سعيد عقل كتب غنيت مكة أهلها الصيدة مثلا ولحنوها الرحابي أيضا. ممكن يكون شاعر بيرم التونسي اللي حقلكم شوية من أغنية القلب يعشق كل جميل. الإضاءة على هذا الموضوع يعني مقصود لأبدأ رأيي، إنه أنا رأيي إنه الموسيقى ممكن تكون سمت وصل، والموسيقى نظيفة ما فيها يعني ما فيها كثير مشاكل، وبتقدم مادة روحانية. صوت موسيقى بدون آلة موسيقية، الوتر لوحده مثل ما بتعرفوا، يمكن صرت مكرر كثير هالموضوع، صوت الريح، صوت المي، الجداول، هذه الموسيقى. فنحن يعني أول ما تحضر الإنسان هو وقت اللي بلش يقلد الطبيعة، ياخذ أصوات من حفيف الشجر، من صوت الهواء داخل الكهف اللي عايش فيه، ويمكن بوقت من الأوقات الريح ضربت القصب طلعت نغم حزين عن الناي منها أو يعني. فالموسيقى نحن اللي عم نحاول أجانا نضوي عليها أهميتها بحياتنا اليومية بإيصال الرسالة. يعني ممكن يكون شخص ذو سلطة أرضية أو سماوية عالية جدا يمكث في منصبه 10 أو 20 سنة تيوصل رسالة. الأغنية بربع دقيقة بتوصل رسالة لكل الناس بدون استثناء. فإن شاء الله المادة